كملين سلمان، احنا ضمن فقرات صباحنا لليوم دائما نظريات علم النفس تبنى عن طريق دراسات واسس علميه اكيد، ومن ضمنها نظريه بياجيه يلي دائما بتاكد انه النمو المعرفي عند الطفل بيتشكل من النشاط بينه وبين البيئه المحيطه في حوله. طبعا هذا النشاط هو كفيل انه يطور وينمي اكثر هذا النمو المعرفي بين الطفل والبيئه. اكيد رشا، ويمكن بهي النظريه يمكن حكى اكثر بيجي عن المرحله العمريه اللي بتبدا من عمر السنتين عند الطفل، اللي بيبدا بيتصل فيها وبيعمل حاله من الاتصال بين الاحساس والحواس وبين السلوك المعرفي. خلينا نتعرف اكثر على تفاصيل هاي النظريه والبناء المعرفي عند الاطفال، كيفيه طبعا استثمار هاي النظريات بالتربيه. كل هالمعلومات رح تعرفنا عليها ضيفتنا لليوم الاستاذه ريم سعد، وهي اختصاصيه خاصه بالتربيه وبالاسره. يسعد صباحك استاذه ريم. صباح النور، اهلا وسهلا. صباح الخير لك. صباح النور، يا كيفك؟ هلا. تمام تمام الحمد لله. اهلا. اطفالنا نحن بعمر السنتين بتبلش عندهم النمو المعرفي، ولكن بيكونوا بتلاقي انه بده يعرف كل شيء، هاد شو عم يكتشف. الاهل هون بتضايقوا انه عم تاذي، عم تكركب، عم ترجع تعملي فوضى بالبيت. خلينا اليوم هيك نضوي اكثر شو هو النمو المعرفي عند الطفل بعمر السنتين، ممكن يكون ابكر او ممكن يكون بعمر اكثر. تمام، هاي احنا اذا بدنا نتفق على النظريات وعلى حديث العلماء وهي فهو باب بنفتحه وصعب نسكره. حنحكي بامور ابسط، حنحكي بكثير امور ابسط بتخص الاسره، بتخص ماما بالبيت والعيله والتفاصيل الصغيره المحيطه بالطفل. اذا بدي اقول بناء معرفي مشان اللي عم يسمعنا ما يقول انه شو هذا بناء معرفي، حنقول ببساطه انه هو حياه الطفل ومعرفته بكل شيء عم بيحيط فيه مثل ما تفضلتوا عن طريق الحواس بالدرجه الاولى. طبعا هي بتبدا من الرحم، من الرحم بتقول الماما انه انا كنت اقرا له كثير، وقت اجى خلق وقت اقرا انا يسكت. او مثلا اذا بابا بيقرا هو كان لساته بالمرحله الجنينيه، فوقت يحكي بابا فهو بينصت بيسمع. تمام، فنحن بنبلش من هي المرحله. طبعا منهيئه نفسيا، بنخلي الماما مرتاحه قدر الامكان، بنخلي كل الظروف جيده لحتى يجي البيبي ونحن بقى بنتولاه بالامور المعرفيه. البيبي وقت بيخلق طبعا كثير حلو، من نحن بنقول انه ما يعني هلا ما رح يفهم، معقول انا اقعد اقرا له، معقول حط له موسيقى رايقه، معقول كذا، لساته بيبي لسه دماغه صفحه بيضاء. الصفحه البيضاء نحن بدنا نمليها، لانه هو هي عباره هي الصفحه البيضاء كلها عن وصلات مكتسبة. عصبيه، وصلات عصبيه، يعني هو قادر يخزن، قادر يسمع، الدماغ كل شيء بيوصله ممكن ما يترجمه بس هو بيخزنه، في له حجرات بتتخزن بالدماغ. نحن بنبلش بنشتغل بطفلنا من عمره الاشهر، بنبلش بالابتسام، يعني احنا وقت بعمر الشهرين ببلش الولد باخرته يبتسم، نحن بنصير بنربط له شيء اسمه الاستجابه للمثيرات. يعني احنا بنصير نعطيه مثيرات، الاستجابه تبعها هي بنيه معرفيه للاطفال. وقت نحن ببلش يقعد، وقت بلش يزحف ويكتشف، هذا كله بناء معرفي. كيف يعني؟ يعني بصير بيعرف انه انا اذا سحبت شيء مثلا كرسي طاوله فهو بينسحب وراي. صح، هذا بناء معرفي. كيف؟ لانه هي حركه، هي حركه، انا عم بعطي شيء فهذا الشيء عم يرد علي. بيجي انا وماما بنقعد، ماما بتلعبني العاب هادفه. كيف يعني العاب هادفه؟ يعني اي وقت مثمر هي قدرانه تقعد معي فيه، بدال ما تحطني على التي في اقعد بس هيك انا اشوف صور بصريه او اسمع بس مثيرات سمعيه ما لها قيمه بالنسبه لإلي. لا، في العاب مخصصه لكل عمر، الالعاب اللي هي العمر المبكر هي الالعاب اللي بتضوي، الالعاب اللي بتطلع صوت، الالعاب اللي بتعطينا كيف بنحط مثلا طابه فوق بتنزل لتحت، هي الالعاب كلياتها هي قادره بانه دماغ الطفل يتحرك، يستكشف، يعرف يربط، يصير عنده هاي المثيرات تربط بقلب بعضها. معناتها أنا البناء المعرفي أو بناء الطفل كطبيعة دماغ ولا طبيعة فهم علاقات تبدأ بمرحلة كتير مبكرة بهي التفاصيل اللي بتعيشها مع ماما بالبيت من أول ما يخلق. نعم. طيب استاذ ريم، خلينا نحكي اليوم كمان عن العلامات الاستدلاليه، يعني مثل ما الطفل ببلش يدرك المحيط اللي حواليه من خلال ردود الفعل لاي شيء هو بيصير معه، كمان الام بتقدر
تدرك انه هل هو طفله عنده درجه من النمو عم يعرف، يعني اوقات بنقول مو معقول شغله بسيطه ما عم يقدر يعرفها، فهون نقدر نكتشف انه ما عنده في مشكلة. ربط بين الادراك والحواس. تمام. كيف انا بستدل انه نمو المعرفي لطفلي ماشي على الطريق الصحيح؟ تماما. اذا بدنا نحكي شيء عصبيا، طبعا احنا في عندنا شيء في الفحص العصبي بالولادة، أول الولادة ما بتكون المنعكسات اللي هي نحن بنسميها منعكسات الأولية والمنعكسات القوامية عند الأطفال للبنية العصبية تبعهم. الفحص بأول ولادة هي بتعطينا مؤشرات كيف بيكون وضع الطفل لاحقا. تاني شغلة إنه نحن كل منعكس بينطفي بعمر معين عند الأطفال. طبعا هذا يفضل يتشيك عليه إذا ماما ما كتير بتعرف بهي التفاصيل مع طبيب الأطفال. وقت الابتسام يعني حده الطفل اللي عمره 3 اشهر يعطي رد فعل بالابتسام وقت انا بحكيه او انا بعمل قدامه اي مثير لفظي او لعبه او شيء، اذا ما ابتسم معناته انا عندي مشكله. اذا طفلي ما قدر يقعد ينصب منيح بال 6 اشهر لل 7 اشهر 8 اقصى حد معناته انا عندي مشكله. الزحف انه يرد على اسمه، انا طفلي ممكن بال 5 اشهر 6 اشهر نغمه اسمه بيحفظها فهو تمام. هو بيلتفت، اذا ما التفت طفلي معناته في مشكله. تماما. طريقه البكاء، طريقه اللعب، في اطفال بنشوفهم جامدين ما بيلعبوا ما بيتواصل مثلا بصريا، اذا بدي احكي انا اهم المشاكل بالعمر المبكر انا ما بفكر طفلي هادي، لا طفلك مو هادي ما بصير يكون هادي، لازم يكون كلياته حركه ونشاط، فلازم يطلع بعيني، لازم يبتسم لي، يفهم شغلات، يفهم انه انا عم بعمل حركات ممكن تكون رقصه عم ادي له اياها هو بس يفهمها فيبتسم. وقت طفلي ما بيعطيني هذا رد الفعل معناته انا عندي مشكله. تتوالى الامور، الام لحالها بتعرف، لازم يكون يعني نطلع اكثر انه مثلا بعمر السنه ما في طفل هادي يقعد بده يزحف وبده يوقع اغراض وبده ينكت وبده ينزع بده يعمل كثير شغلات من البيئه اللي حواليه هي حدل انه انا هو ماشي بالخط السليم او لا. تمام. ما انه ماشي بالخط السليم. هو هون الفكرة، يعني انه دائما الام يكون لها عندها شوية صبر بهاي المرحلة وتستوعب انه ابنها اليوم عم يتكون عنده هذا النمو. اليوم اذا هيك حبيتي تعطينا نصائح مهمة لكل الام عم تسمعنا، قدمهم اليوم تكون تحتوي الطفل تقدر تساعده ليكون نموه بشكل صحيح، وبين الذكر والانثى في فرق او لا؟ بين الذكر والانثى هلا غالب يعني نعطي الصورة اللي كتير حلوة. طبعا الأنثى لغويا وبالحركات، طبعا مو حركات الشقاوة، حركات اللطافة والهضامة هي بتكون فيها أوضح بالنسبة للعائلة. طبعا الذكر بتحسه نحن ميوله ميكانيكية أكتر، الأشياء اللي بتدور الأشياء اللي بتتحرك غير البنت. بس بالمجمل نحن كتير حلو نقرأ لأولادنا، يعني دائما بنقول قدر الإمكان الساعة المفيدة بدي أقعدها نقرأ نلعب ألعاب مفيدة، ممنوع الولد يقعد على اي مثير بصري اللي بخص الاجهزه الذكيه، ممنوع نحطه بس على اغاني. كمان ممنوع نحن يعني بهي الفتره يمكن الاختصاصيين بيعرفوا هذا الحديث، نحن كثير بنشوف اطفال عندهم مشاكل جدا 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 بتفرق من 10 سنين وجاي. أكيد. فنحن يمكن دائما نحن عم نحاول من خلال فقراتنا التوعويه مع الاختصاصيين نقول انه لا معلش، حتى لو كان هذا الطريق الاسهل لكل الامهات هلا عم بيشوفوه او لكل الاهل انه انا اعطيه هي الشاشه يتسلى فيها ويلعب فيها ويسكت فيها، فلا معلش خلينا نرجع لاساليب تربويه اكثر قدامه لكنها اكثر نفع. تماما. اعطت نفع تماما. ولانه لسه ما عم نقدر نتفادى الاخطاء السلبيه الموجوده بالتكنولوجيا مع الاسف سواء كنا صغار او كبار. صح. ودائما بتعطينا انت المعلومات المفيده بطريقه سلسه وبسيطه لكل الناس. شكرا لك. تسلمي. شكرا لك. شكرا لحضورك معنا ولكل النصائح اللي قدمتيها. صباح الخير على طول. صباح النور، يسعد اوقاتكم. هلا.